معكم؟ ممكن تعرفنا بنفسك؟ عبد الرزاق هادي، بس دبلوماسي سابق، فقط سفير سابق يعني. شرفنا أخ عبد. ما هي أهمية هذه المؤتمر لإكسبو؟ طال عمرك بالنسبة للإكسبو، نحن اليوم بنكون هب للعالم، حدث عالمي، أول مرة إكسبو في الميدل إيست يعني، ودول عربية. كل شيء ممكن أنت تقوله عن إكسبو اليوم فخر للكل، للعالم وللأمة العربية، وخصوصا في الظروف الحالية، كحدث، كشيء يعني تشوفه أنت اليوم مختلف. نحن العالم بحاجة إلى التواصل مع بعض، فإكسبو أفتكر اليوم الكونكشن بيننا وبينهم، غير الجهات الحكومية، فقط people. That's very great يعني opportunities for the people to be together in this period. يعني في الوقت يعني، في هذا الوقت. بالنسبة للعلاقات بين الإمارات والصين، بنظرك ما أهمية هذه العلاقات، خاصة مع أسبوع غواندونغ في جناح الصيني في إكسبو 2020؟ جناح غواندونغ إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية اللي موجودة بيننا وبين الصين كدولة الإمارات يعني، وطبعا في تطور مستمر خلال العشر سنوات الأخيرة هذه، والزيارات اللي تمت بين القيادات الكبيرة هنا والصين. أفتكر أن نحن ماشيين على خط مستقيم وخط واعد جدا جدا في شراكة يمكن تكون أكثر من الإمارات والصين، ولكن كدولة الإمارات ممكن تساعد الصين في الوصول إلى مختلف دول العالم، من حيث المركز المالي، من حيث الكوميونيكيشن، يعني كل الأشياء هذه موجودة في الإمارات الحمد لله، وهذه نقطة الوصل بالنسبة لنا إلى العالم، وخصوصا أن نحن في ظل الظروف الحالية، نحن فقط يمكن دولة الإمارات الدولة الوحيدة، وطيران الإمارات والخدمات اللي تقدمها الإمارات لمختلف دول العالم. أفتكر نحن كنا سابقا أيام أزمة سارس وأيام كوفيد، اليوم نحن دولة الإمارات الدولة الوحيدة اللي تساعد الصين، والصين تساعدنا كذلك إيصال التجارة العالمية إلى مستوى عالمي رغم الظروف الصعبة اللي تواجهها. يعطيك العافية أستاذ. شكرا.